السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذة الشعب العلمية بمختلف مسالكها، مرحبا بكم في هذا التقديم. لغد نحاول إن شاء الله نتطرق فيه إلى تصحيح تمرين الكيمياء من مباراة ولوج كلية طب الأسنان بالرباط لسنة 2015. كما قلت لكم سابقا، تصحيح التمارين يعني السابقة من مباراة ولوج سواء كلية الطب أو كلية طب الأسنان أو الطب العسكري، بأن هذه المباراة كتكون من ربع ديال التمارين، يعني 4 أجزاء: تمرين خاص بالكيمياء، تمرين خاص بالفيزياء، تمرين الرياضيات، وتمرين في علوم الحياة والأرض. كل تمرين يخصص له 30 دقيقة كمدة زمنية، وبالتالي فالمباراة ككل يعني محددة في ساعتين. إذا يعني المترشح أو التلميذ اللي عنده الرغبة يدوز أحد المباريات التالية، إما كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الأسنان أو الطب العسكري، ما عليه إلا في البريباراسيون ديالو، يعني خصو يدير واحد البريباراسيون جينيرال للبروغرام ديال الثانية بكالوريا، ويكون أيضا كيبريباري التدبير الزمني، يعني خصو يخدم هاد النماذج أكبر عدد ممكن من نماذج هاد المباراة. كومسا كل ما خدم يعني عدد كبير من النماذج إلا وكيضبط ديك 30 دقيقة، يعني ممكن يخدم التمرين في 30 دقيقة. مستجد آخر في هذه المباراة ديال الطب، أن يعني الآلة الحاسبة غير مسموح بها، وبالتالي التلميذ في الكيمياء ويعني فاش كيدوز لي بروف الكيمياء والفيزياء كيحتاج باش يختار الجواب الصحيح من الأجوبة المقترحة، كيحتاج لواحد التطبيق العددي. هنا ممكن يعني تخدم واحد الحساب ذهني تكون يعني بريباري على التطبيقات العددية، وممكن تستعمل ايضا بعض التطبيقات العدديه راه كيعطيوها في لي دوني، يعني الا احتاجتي شي تطبيق عددي معقد راه كيعاونوك يعطيوه في لي دوني، حيت ما يمكنش تخدم الاله الحاسبه. خليكم معايا في هذا التمرين الكيمياء، نحاول نصحوه جميعا ان شاء الله، نحاول ندير لكم غير واحد لا كوريكسيون يعني اورال شفويه، وبالتالي خذوا معايا ستيلو ورقه وحاولوا تخدموا معايا، خليكم معايا مركزين. اذا على بركة الله كما كتلاحظوا معايا لا يسمح استعمال الآلة الحاسبة. هذا التمرين الكيمياء يتضمن 10 أسئلة مرقمة من كيستيون 23 إلى لا كيستيون 32، حيث لي كيستيون دو 1 جيسكا 23 هي لي كيستيون ديال المات، لي بروف ديال المات، لي بروف ديال الفيزيك، لي بروف ديال لي سي في تي. كل يعني ايبروف من هاد لي زيبروف فيها 10 ديال الأسئلة محددة في 30 دقيقة. إذا هنا هذا التمرين ديال الكيمياء يتكون من عدة أجزاء، غادي نبداو بالجزء الأول دراسة العمود زنك فضة 4 نقاط. بون، خلال المدة الزمنية ديال طاتي لاشتغال العمود زنك فضة، يتوضع فيليز الفضة أج جي سوليد ليطا فيزيك ديالو سوليد على إلكترود الفضة، وينتج عن هذا العمود تيار كهربائي شدته اي نعتبرها ثابتة. لا كيستيون 23، تعبير اكس فينال يعني لافونسمون فينال التقدم النهائي للتفاعل بدلالات شدة التيار والمدة الزمنية ديال اشتغال العمود وثابتة فاراداي هو اكس فينال كيساوي 2 فوا اف سيغ اي فوا دلتا تي او بيان 2 فوا لانتونسيتي دو كورون فوا دلتا تي سيغ لا كونستانت فاراداي ou bien I fois delta T sur la constante Faraday, ou bien I fois delta T sur 2F. إذن هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال، أولا خصنا يعني في الوسخ التلميذ خصو يعطي المعادلة الحصيلة ديال هذا التفاعل الحاصل. إذا هنا انطلاقا من هذه الملاحظة، هناك توضع فيليز الفضة على إلكترود الفضة، هذا يدل على أن نصف المعادلة التي تحدث على إلكترود الفضة هي Ag بلس بلس أن إلكترون كتعطينا Ag سوليد، وهاد Ag اللي تكونت كنتيج كون برودوي كيتوضع يعني كيتزاد على إلكترود الفضة. دونك قلنا لكم Ag بلس بلس أن إلكترون، Ag بلس Aq بلس أن إلكترون دو فليش كيعطينا Ag سوليد. دونك هذه نصف معادلة اختزال، ونعلم أن نصف معادلة الاختزال تتم على مستوى الكاثود، دائما نقول اختزال في الأعمدة يعني في العمود دانييل نقول اختزال كاثودي وأكسدة أنودي، دونك هذه هي نصف معادلة اختزال. وبالتالي
نصف معادلة أكسدة تتم على مستوى الأنود، أي على مستوى إلكترود الزنك. دونك هنا زيدين سوليد كمتفاعل دو فليش يتحول إلى زيدين دو بليس بليس دو إلكترون، سي بون، لأن هنا أكسدة على مستوى الأنود، زيدين يتحول إلى زيدين دو بليس بليس دو إلكترون. الآن غادي نجمع جوج ديال الأنصاف في المعادلة. إلا لاحظتي النصف الأول في إلكترون واحد والنصف الثاني في دوز إلكترون، ألوغ دومي إيكواسيون الأولى كنضربوها فوا دو، طرفين ديال الإيكواسيون دومي إيكواسيون الأولى كنضربوها فوا دو باش نختزلو بلي دوز إلكترون، وكنحصل على المعادلة الحاصلة التالية دو أج جي بليس أك بليس زيد إن سوليد دو فليش، كتعطينا دو أج جي سوليد بليس زيد إن دو بليس أك. إذا انطلاقا من هذه المعادلة الحاصلة نلاحظ أن هناك انتقال إلكترونين بين المؤكسد والمختزل. دونك إن فوا التلميذ كيعطي المعادلة الحاصلة كيحاول يدير واحد طابلو دافونسمون غير في البغويون غير في الوسخ، كيحاول يدير واحد طابلو دافونسمون فيه تروز إيطا، ليطا إينيسيال ليطا أنتيغميديال أو ليطا فينال، أو بيان لي زيليف لي ضابطين المسائل ديالهم أو بريباريين مزيان ناسيونال أو لي كونكو، راه ممكن طابلو دافونسمون يديرو غير في الدماغ ديالو بلا ما يضيع الوقت. اذا هنا باش نوجدوا العلاقه ان واحد لاغولاسيون كتقول بان كيلون يعني لا كونتيتي ديليكتريسيتي لا كونتي كميه الكهرباء كتساوي شده التيار الكهربائي اي فوا المده الزمنيه ديال طاتي اللي كتساوي ان ديال لي زيليكترون فوا فاراداي. اعيد، كيلون كميه الكهرباء تساوي شده التيار اي اي فوا دلتا تي اللي كتساوي كمية المادة يعني كونتيتي دو ماتيير دي زيليكترون ان ديال لي زيليكترون فوا فاراداي. انطلاقا من جدول الوصفي اللي قلنا راه التلميذ عطاه في الوسخ ولا حطو في الدماغ ديالو، كيستنتج بان كمية مادة الالكترونات كتساوي دوز اكس لان هناك تبادل الكترونين دوز اكس، الوغ كيلون كتساوي اي فوا دلتا تي كتساوي دوز اكس فينال فوا فاراداي. علاش درت اكس فينال؟ حيت هنا بغينا نحس نعطيو يعني بغينا نعطيو التعبير ديال اكس فينال في اللحظه دلتا تي يعني في لاستون فينال، واحد لاستون فينال. دونك كيلون كيساوي اي فوا دلتا تي اللي كيساوي دوز اكس فينال فوا فاراداي، ومن ثم كتخرج اكس فينال هي اي فوا دلتا تي سيغ دوز اف، اكس فينال ايتيغال اي فوا دلتا تي سيغ دوز اف. سي لا كيستيون ا، دونك هنا الجواب الصحيح بليتو سي لا ريبونس ا. غادي ندوز لا كيستيون 20 24. تعبير ام دو جي لا ماس ديال لارجون اي كتلة الفضة المتوضعة خلال المدة الزمنية دلتا تي بدلالة دائما اي لانتونسيتي دو كورون اي لانستون دلتا تي اي لا كونستانت فاراداي اي لا ماس مولير ديال لارجون اي ام دو ار جي اي تيغال 4 فوا فاراداي سيغ اي فوا دلتا تي فوا لا ماس مولار، او بيان 4 فوا اي فوا دلتا تي سيغ فاراداي في لا ماس مولار ديال ار جي، او بيان اي فوا 2 فوا اي فوا دلتا تي سيغ فاراداي فوا لا ماس مولار، او بيان اي فوا دلتا تي سيغ فاراداي فوا لا ماس مولار. دونك بكل بساطة كنطبق، حيت هاد دو كيستيون مرتبطين، يعني كنطبق نفس لا غولاسيون اللي طبقناها في لا كيستيون 23. كيلون كمية الكهرباء كتساوي اي فوا دلتا تي اللي كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون فوا لا كونستانت فاراداي. كيلون لا كونتيتي ديليكتريسيتي ايتيغال اي فوا دلتا تي ايتيغال ان دي زيليكترون يعني لا كونتيتي دو ماتيير دي زيليكترون فوا فاراداي. هنا يعني بغينا لا ماس اللي توضعات على الكترود الفضه، وبالتالي غادي ناخذ نصف معادله اللي توضعات نصف معادله اللي حدثت في الكترود الفضه اللي قلنا اختزال كاثودي لان الفضه تمثل كاثود. دونك اج جي بلس انا رجع المعادله نصف المعادله الاولى اج جي بلس بلس ان الكترون دو فليش كتعطينا اج جي. طيب من هاد نصف المعادله نستنتج بان كميه ماده الالكترونات مقسومه على المعامل او بيان الكويفيسيون ستيكيومتريك في هاد نصف المعادله اللي هو واحد ان ديال لي زيليكترون سيغ ان كيساوي كمية مادة الفضة يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال اجي سيغ لو كويفيسيون ستيكيومتريك اللي هو ان. دونك ان دي زيليكترون ايتيغال ان دو اجي، ونعلم ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال اجي بويسك اجي سوليد ليطا فيزيك ديالو سوليد دونك ايتيغال لا ماس سيغ لا ماس مولير، دونك سي لا ماس دو اجي سيغ لا ماس مولير.
Donc, la relation diale Coulomb est égale I fois delta T est égale la quantité de matière des électrons fois Faraday. À de la quantité des électrons, il fait un ananaoudoha de la quantité de matière diale Ag. Il y a la masse sur la masse molaire. Donc, I fois delta T est égale la masse de Ag sur la masse molaire de Ag fois Faraday. On a de la relation, radi t'snitej, c'est-à-dire diale la masse de Ag est égale I fois delta T sur la constante Faraday fois la masse molaire de Ag. Donc, la réponse juste est la réponse A. Voilà. غادي ندوزو لابارتي الثانية من التمرين وغادي ندرسو موصلية محلول حمض البنزويك لا كونديكتيفيتي دو لا سوليسيون دو لاسيد بنزويك. دونك الموصلية سيغما لمحلول مائي لحمض البنزويك دو فورميل شيميك C6H5CO2HAQ حجمه 20 مليلتر وتركيزه المولي دي بويسونس موان 2 مول بار لتر هي sigma égale 3 fois 10 puissance moins 2 siemens fois mètre moins 1 ou bien siemens sur mètre. Les données. Attends, on a les conductivités molaires ioniques de chaque ion. Il y a C6H5CO2 moins un ion benzoate. Attends, on a la conductivité molaire ionique des ions oxonium H3O plus. Attends, on a un rapport réfait de neuf les applications numériques. Là, donc, la question 25. تعبير الموصلية سيغما بدلالة الكونسنتراسيون دي زيون اوكسونيوم على ليكيليبر على ليتا ديكيليبر وكذا الموصلية المولية الايونية اللي هما لاندا 1 ديال لي زيون بنزوات اي لاندا 2 بور لي زيون اوكسونيوم. دونك هنا اول ما خاص التلميذ يحطو في البغويون ديالو هي ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون. Donc, premier couple, il y a C6H5CO2H comme acide, pour la base dialogue, ou C6H5CO2-. Deuxième couple, c'est H3O plus H2O, pour aider la règle de gamma. Donc, l'acide va détruire H2O, qui est avec les ions oxonium plus l'ion benzoate, C6H5CO2-. Voilà. Après, le mid va déjà un tableau d'avancement vers le dialogue. La meilleure somme, on va chercher le temps. دونك التعبير ديال سيغما كنعرفو بان سيغما كتساوي لاسون ديال لي لوندا اي فوا لا كونسونطراسيون مولير لا كونسونطراسيون دي زيون افيكتيف او بيان لا كونسونطراسيون افيكتيف دو شاك ايون سي لاسون ديال لي لوندا اي فوا لا كونسونطراسيون دي اكس اي عندي دو زيون دابخي ليكواسيون بيلون عندنا ليون سي 6 اش 5 سي او دو موان عندنا ليون اش 3 بلس. دونك سيغما ايكال لوندا 1 ديال هاد ليون فوا لا كونسونطراسيون ديال هاد ليون ا ليتا ديكيليبر plus lambda 2, lambda de les ions oxonium, fois la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. D'après tableau d'avancement, les concentrations de l'oxonium et les ions benzoates sont égaux. C'est oui, d'après tableau d'avancement. Est-ce qu'il s'agit de x équivalent sur le volume? Et là, c'est x équivalent sur le volume. On a x équivalent sur le volume, on va être les concentrations molaires ioniques, plutôt les concentrations effectives de chaque ion. Donc, puisque les concentrations sont égaux, on peut faire la concentration de H3O+. Alors, sigma, sigma a dit, qui est la concentration de H3O+ à l'équilibre, puisque c'est la concentration des ions benzoates, donc on a le boîte ferme, a mis lambda 1 plus lambda 2. Donc, pour le basata, la réponse juste, c'est la réponse C. On passe. La question 26. La question 26. تركيز أيونات الأوكسونيوم عند حالة توازن المجموعة الكيميائية هو أحد الأجوبة المقترحة أو مول بار لتر. دونك غادي نخدمو لا غولاسيون اللي لقيناها في لا كيسيون 25 إلا بقاو تركزو مزيان أن دي كيسيون كيكونو مرتبطين. دونك دابخي لا كيسيون 25 أن سيغما إيكال لوندا 1 بليس لوندا 2 فوا لا كونسونطراسيون مولير إي فوا لا كونسونطراسيون effective des ions oxonium. Donc, on a vraiment une concentration. Donc, la concentration de H3O plus à l'équilibre égale sigma divisé sur lambda 1 plus lambda 2. C'est bon? Donc, on a dit que sigma, on a 3 fois 10 puissance moins 2, siemens mètre moins 1, divisé sur la somme de lambda. Il y a 34,9 plus 3,23 facteur, on a dit entre parenthèses, 10 puissance moins 3. Et 10 puissance moins 3, كاينة في لي دو لوندا. دونك كنعملو بيها. سي بون كنشوف دابا الوحدة
كان اختزل سيمنس مع سيمنس حيت هذه في البسط، وهذا المجموع ديال الوحدات كيعطيك وحده وحده، حيت الوحدات فاش كتجمع لي لندا مجموعة الوحدات كيعطيك نفس الوحده، ماشي بحال الجدع فاش كدير وحده فوا وحده كيعطيك ديك الوحده على بويسونس دو او كاري، مي لا سون دي دو يونيتي كيعطيك ميم يونيتي. دونك في البسط عندي هاد لينيتي، وفي المقام عندنا هاد لينيتي، دونك كنختزلو بالسيمانس هي مشات سي بون. مول موانز في المقام الا طلعتها للبسط كتولي مول اس واحد هي مول، او متر متر كاري الا طلعناها الفوق كتولي متر موان دو، كتلاقى بمتر موان ز دونك كتولي هي مول طلعت الفوق مول فوا متر موان تروا، دونك سي مول فوا متر موان تروا او بيان مول سيغ متر كوب. متر كوب سي لينيتي ديال الفوليوم. الوغ هنايا في لي ريبونس اللي عطاونا لي ريبونس بروبوزي لينيتي سي مول باغ ليتر او بيان مول في ليتر موان ز، دونك خصني ديك لتر متر موان 3 نحولها لتر موان 1، سي بور سا كنضربو في 10 بويسونس موان 3. هادشي كامل اللي لقيناه، هادشي كامل اللي لقيناه كيعطيني 30 على 38 فاصلة 13 هي في لي دوني اللي هي 0.8 0.8 0.8، مي هاد 0.8 اللي لقيناه خصني نضربها في 10 بويسونس موان 3، قلنا باش نحولو المتر كيب للتر، دونك لا ريبونس جيست هي 0.8 فوا 10 بويسونس موان 3 مول باغ لتر، دونك la réponse juste est la réponse B. Voilà. La question 27. On passe. تركيز حمض البنزويك عند حالة توازن المجموعة الكيميائية هو أحد الأجوبة المقترحة. دونك كنرجع لجدول الوصفة اللي ديجا حطيناها في البغوية. عندنا كمية المادة المتكونة ديال السيسيس بليتو كمية المادة المتبقية ديال هذا الحمض à l'état d'équilibre هي n initial moins x équivalent. C'est bon, c'est n initial moins x équivalent. Alors il a besoin de tركيز ديال هاد الحمض la concentration هي n initial sur le volume moins x équivalent sur le volume. n initial هي 6 fois v concentration fois le volume sur le volume كيمشي الفوليوم على الفوليوم كيبقى لك الكونسنتراسيون moins x équilibre sur le volume c'est la concentration des ions oxonium. C'est là j'ai le tableau d'avancement ومشينا لي برودوي يعني النواتج، غادي نلقى بان الكونسنتراسيون دي زيون اوكسونيوم سي اكس ايكيليبر اللي تكونات من هاد لي زيون ديفيزي سور لو فوليوم، دونك كيولي لنا سي حيت اختزلنا بالفوليوم كتولي سي موا الكونسنتراسيون دي زيون اوكسونيوم. وكندير التطبيق العددي، راه ديجا عطاونا في لي دوني سي اللي هي 10 بويسونس موان 2، دونك سي 10 بويسونس موان 2 موان كونسنتراسيون ديزيون اوكسونيوم اللي هي 0.8 فوا 10 بويسونس موان 3، دونك سي 10 بويسونس موان 2 موان 0.8 فوا 10 بويسونس موان 3 سي موان كونسنتراسيون اللي لقينا ديزيون اوكسونيوم. بون الى درنا التطبيق العددي غادي نلقاو هي 9.2 في 10 اس ناقص 3 مول باغ ليتر، 9.2 فوالا 9.2 في 10 اس ناقص 3 مول باغ ليتر، دونك الجواب الصحيح هو دي. لا ريبونس جيست هي دي. فوالا دونك غادي ندوزو لوتر بارتي من ليكزارسيس، دونك هادي لا بارتي د المات. فوالا غادي نحاولو نخدمو لوتر بارتي تصنيع استير فورماسيون دو ليستير دو بوان، نخدمو هاد لا بارتي هادي. دونك بواسطة تركيب التسخين بالارتداد واحد المونتاج دو شوفاج ا غوفلو، نسخن عند درجة الحرارة 60 دوغري سيلسيوس خليطا مكونا انيسيالمون من 1 مول من حمض الايثانويك بروميير رياكتيف، 1 مول من البوتان دو اول اللي هو الكول، الى تفاعل الحمض مع الكول كيعطينا ليستير بليس لو. نتبع تطور تقدم التفاعل، وعند حالة توازن المجموعة الكيميائية نجد أن نسبة التقدم النهائي هي طو final égale 0.6. La question 29. قيمة K ثابتة التوازن هي 0.36 0.6 2.25 أو بيان 4. دونك أول ما كنبداو به هو كنحط واحد المعادلة، التلميذ خصو يحط واحد المعادلة منمذجة لهذا التفاعل غير بالرموز بلا ما يدير كاع الفورميشن، ما كيهمناش هنا، كيهمنا غير الرموز باش نخرجوا ليكسبريسيون ديال لا كونستونت ديكيليبر. دونك عندنا لاسيد أسي بلس الكول ال كيعطيني ايستر
اس ستار بليس لو اش 2 او. سي بون، هنا اش 2 او ما كيتعتبرش ك يعني من المتفاعلات او كمذيب بل كناتج. دونك هنا كيدخل في لا كونستانت ديكيليبر، ماشي بحال الدروس السابقه صافي. دونك ك لا كونستانت ديكيليبر ايغال لو برودوي دي كونسونطراسيون، لو برودوي دي كونسونطراسيون دي برودوي ا ليكيليبر ديفيزي سور لو برودوي دي كونسونطراسيون دي رياكتيف. دونك ك ايت ايغال الكونسونطراسيون ديال ليستير ا ليكيليبر فوا الكونسونطراسيون دو H2O ا ليكيليبر ديفيزي. دابا نشوفو شنو عندي في المتفاعلات، هي الكونسونطراسيون دو لاسيد ا ليكيليبر فوا الكونسونطراسيون دو لالكول ا ليكيليبر. سي بون، دابخي طابلو دافونسمون، الى حطيتي طابلو دافونسمون غادي تلقى بان ليستير و لو تكونات اكس ايكيفالون. سي بون، ككمية المادة، مي الى قسمنا اكس ايكيفالون على في غادي نلقى كونسونطراسيون ليستير ايكال كونسونطراسيون H2O. سي بون، لا ميم شوز بالنسبة لي رياكتيف، لاسيد و الكول راه تفاعلات امول امول. دونك اليكيليبر غادي يكون عندي، اليكيليبر غادي يكون عندي الكونسونطراسيون ديال لاسيد هي ان انيسيال موان اكس فينال سيغ لو فوليم، و لا ميم شوز بالنسبة للالكول. دونك غادي نعاود، غادي نلقى كا ايكال اكس فينال سيغ في لو تو او كاري، حيت قلنا ليستير و اش 2 عندهم ميم كونسونطراسيون دابخي طابلو دافونسمون اللي هو اكس فينال سيغ لو فوليم لو تو او كاري حيت ميم كونسونطراسيون، ديفيزي سيغ حتى لا رياكتيف يكون عندهم ميم كونسونطراسيون حيت بدينا مولا مول ايكي مولير، يعني واحد الميلونج ايكي مولير مول امول. دونك ديفيزي سيغ ان انيسيالمون اكس فينال سيغ لو فوليم لو تو او كاري. الى لاحظتي لبستو المقام فيه فوليم او كاري فوليم او كاري كنختزلو بها، اش كيبقى؟ كيبقى الكا لا كونستانت ديكيليبر كا ايكال اكس فينال سيغ ان انيسيالمون اكس فينال لو تو او كاري، يعني اكس فينال مقسومة على ان انيسيالمون اكس فينال دير قوسين الكل اس اثنان. سي بون، ان انيسيال ديجا عندنا امول، دابا غادي نحسبو اكس فينال من تو فينال. الوغ عندي تو فينال هاد لو تو دافونسمون، لو تو دافونسمون ايكال اكس فينال سيغ اكس ماكس. سي بون، و اكس ماكس هي ان انيسيال اللي هي سي فوا في. سي بون، سي فوا في او بيان ان انيسيال. الوغ غادي نستنتج بان اكس فينال ايكال تو فينال فوا اكس ماكس اللي هي تو فينال فوا ان انيسيال. اكس ماكس هي ان انيسيال اللي هي امول. دونك اكس فينال ايكال 0.6 فوا امول ايكال 0.6 مول. كندير التطبيق العددي، كا ايكال اكس فينال هي 0.6 ديفيزي سيغ 1 موان 0.6، راه لقينا اكس فينال مقسومة على ان انيسيال موان اكس فينال لوتو اوكاري. دونك 0.6 ديفيزي سيغ ان انيسيال هي 1 مول موان اكس فينال لوتو اوكاري هي 0.6 سيغ 0.4 لوتو اوكاري، و لوتو اوكاري اللي غادي تعطيك 2.25. دونك إلا درتي 0.6 قسمتي على 0.4 ورفعتي لو تو أو كاري غادي تلقى 2.25. دونك لا كونستانت ديكيليبر سي 2.25. أون باس ديرني بارتي بور لا شيمي، تفكك البولة ديكومبوزيسيون دو لوري 5 بوان. دونك تتفكك البولة ذات الصيغة الكيميائية NH2 دو فوا CO في وسط مائي وينتج عنها وفق تفاعل بطيء واحد لا رياكسيون لونت تكون ايونات الامونيوم من H4 بليس وايونات سينات او سي ان موان. حسب المعادله NH2 دو فوا سي او عليك اك كتا فيزيك سي اك دو فليش كتعطينا NH4 بليس ليزيون امونيوم اك بليس او سي ان موان اك. مكنت دراسه حركيه بقياس موصليا حجم في ايتيغال 100 مليلتر من محلول البولة موجود في حمام مريم عند درجة الحرارة 45 دوغري سيسيوس ودي التركيز المولي 0.0 مول بار لتر. من الحصول على المنحنى جانبا لتطور تقدم اكس للتفاعل ونرمز لموصلية المحلول ب سيجما. هذا هو تغيرات لافونسمون اكس اون مليمول، رانا وحدة مليمول مبيناش، اون فونكسيون دو طون اون مينوت. دونك لا كيستيون 30، قالوا لنا بأن تعبير تقدم إكس للتفاعل هو، يعني تقدم إكس للتفاعل في لطا انترميديا في الحالة الوسيطة، واش سيجما ماكس ديفيزي سيغ سي فوا في فوا سيجما
سيجما ماكس في ليطا فينال بيان ليطا ديكيليرو، وسيجما في ليطا انترميديا الحاله النهائيه، وسيجما في الحاله الوسيطه. او بيان لافونسمون اكس على ليطا انترميديا ايتيغال كونسنتراسيون فوا الفوليم فوا سيجما ماكس سيغ سيجما، او بيان سي فوا في سيجما فوا سيجما ماكس، او بيان سي فوا في سيجما سيغ سيجما ماكس. دونك هنايا باش نجاوبوا على السؤال ديالنا، يكفي اننا نعطيو ليكسبريسيون ديال لا كونديكتيفيتي دو لا سوليسيون سيغما اليتا انترميديير اي اليتا فينال. دونك نبداو بسيغما اليتا انترميديير. سيغما اليتا انترميديير سي لا سوم دي كونسنتراسيون فوا لاندا اي، لي كونسنتراسيون فوا لاندا اي ديال اج ديال لي زيون. دونك سيغما اليتا انترميديير اي ايغال الكونسنتراسيون ديال لي ناش 4 بلس فوا لاندا ديال لي ناش 4 بلس، نسميوها مثلا لاندا 1 بلس الكونسنتراسيون ديال هاد ليون او سي ان موان فوا لاندا 2 ديال او سي ان موان. سي بون فوالا. دابري طابلو دافونسمون نحطو في الدماغ ديالنا، غادي يكون عندي هنا ميم كونسنتراسيون، عندهم نفس الكونسنتراسيون. علاش؟ حيت عندهم ميم كويفيسيون ستيكيومتريك. دونك سيغما اليتا انترميديير ايتيغال غنعملو بواحد فيهم، ممكن يكون مثلا ان اش 4 بلس اليتا انترميديير فوا لا سوم ديال لوندا 1 بلس لوندا 2، لوندا 1 ديال ليزيون امونيوم اي لوندا 2 ديال ليزيون او سي ان 1. الان باش غادي نعوض التركيز ديال ان اش 4 بلس اليتا انترميديير، تركيز ان اش 4 بلس اليتا انترميديير ديال ان اش 4 بلس كتكون اكس ككمية المادة، ولا قسمتيها على في غادي تعطيك تركيز ان اش 4 بلس. الوغ سيغما ايتيغال اكس سيغ في، اكس سيغ في عامل لوندا 1 بلس لوندا 2. سي بون. دابا غادي نعطيو سيغما ماكس يعني لا كونديكتيفيتي وكاين في ليطا فينال، هاد اكس تتعوض باكس ماكس. دونك سي اكس ماكس سيغ لو فوليوم فوا لا سوم ديال لوندا 1 بلس لوندا 2. دونك عندي دابا دو زيكواسيون، ليكواسيون الاولى سيغما ايتيغال اكس سيغ لو فوليوم لوندا 1 بلس لوندا 2، ليكواسيون الثانية سيغما ماكس ايتيغال اكس ماكس اكس ماكس سيغ لو فوليوم لوندا 1 بلس لوندا 2. اش كنديرو؟ دابا كنديرو ليكواسيون الاولى ونقسموها على ليكواسيون الثانية، يعني سيغما سيغ سيغما ماكس. ابخي ما كنختزل بلوندا 1 بلس لوندا 2 وكنختزل بالفوليوم، كيبقى لنا بان سيغما سيغ سيغما ماكس كتساوي اكس كتساوي اكس سيغ سي فوا في. سي بون. دونك سيغما سيغ سيغما ماكس كتولي كتساوي اكس سيغ كوا؟ سيغ اكس ماكس. سيغما سيغ سيغما ماكس ايغال اكس سيغ اكس ماكس. اكس ماكس كنعوضها بسي فوا في، حيت اكس ماكس كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال اللي هي كونسنتراسيون فوا فوليم. من هنا كنخرج اكس كتساوي سي فوا في سيغما سيغ سيغما ماكس. دونك لا ريبونس سي لا ريبونس ا. فوالا. لا كيسيون 31، قيمة التقدم الأقصى إكس ماكس للتفاعل هل هو 2 مليمول، 1.5 مليمول، 0.5 مليمول، أو بيان 1 مليمول؟ دونك إكس ماكس كما قلنا سي لا كونتيتي دو ماتيير إنيسيال ديال هاد لا سوليسيون ديال هاد المحلول اللي كيساوي سي فوا في. إكس ماكس سي سي فوا في. دونك سي 0.02 مول باغ ليتر فوا 0.1 ليتر، حيت هاد 100 مليليتر نضربها في ديسبوسونس موان 3 باش نحول ليتر اللي هي 0.1. إذا ضربتها ب 0.02 كتعطينا تقريبا 2 فوا 10 بويسونس موان 3 مول، 2 فوا 10 بويسونس موان 3 مول، ألوغ كو لي ريبونس عطاونا بالميلي مول. دونك باش نحول المول للميلي مول كنضرب في 10 بويسونس 3. دونك سي 2 فوا 10 بويسونس موان 3 فوا 10 بويسونس 3، كتمشي 10 بويسونس 3 مع 10 بويسونس موان 3 وكتبقى لينا 2 ميلي مول. دونك لا ريبونس جيست هي 2 ميلي مول اللي هي دي. C'est bon. Voilà la question 31. عند اللحظة T est égal 200 minutes نسبة التقدم النهائي للتفاعل تساوي 95% 90% 85% أو بيان 80%. Donc تعبير ديال الطو هي X final sur X max c'est l'avancement final sur l'avancement maximal fois 100 حيث عندي اون بورسنتاج خصني نضرب هاد لو رابور فوا 100. X max déjà حسبناها لقينا 2 مليمول، alors que X final هي في هاد لانستون هادي عطانا لانستون دو 100 مينوت. دونك كنمشي لا كورب ليكسبلواتاسيون دو لا كورب، انا 200 مينوت كنسقطو على لا كورب ابخي كنسقطو على لو روبير
ديال لي كوردوني اللي كيمثل اكس، دونك سي 1,6 ملي مول. سي بون، دونك سي اكس فينال سور اكس ماكس سي 1,6 ملي مول ديفيزي سور 2 ملي مول فوا 100. لا درتي ان كالكول خلاص الملي مول كتختزل مع الملي مول، اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا 1,6 سور 2 فوا 100 ايغال 80%، دونك 80%. الجواب الصحيح هو الجواب ا، طو ايغال 80%، اللي هي كما قلت لكم 1,6 اللي هي اكس فينال مقسومة على اكس ماكس اللي هي 2 ونضرب 100. فوالا، دونك هذا هو التمرين ديال الكيمياء بالنسبة لهذه المباراة ولوج كلية طب الأسنان لسنة 2015. حاولوا ترقبوا معايا تصحيح تمرين الفيزياء في التقديم المقبل إن شاء الله، أو ميم طون حاولوا تخدموا هذا التمرين ديال الرياضيات من نفس المباراة، وكذا تمرين في علوم الحياة والأرض. خلاص بالنسبة لتمرين الكيمياء هو هذا، ثنائي القطب، دراسة ثنائي القطب RL. بعد ذلك تمرين في الميكانيك حركة كرية مرسلة بسرعة بدئية. بعد ذلك حيود الضوء والدارة LC. دونك هذا هو التمرين الفيزياء اللي غادي نحاول ان شاء الله نصحو في التقدير المقبل. خليكم معايا اون كونتاكت، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.